باقي ما ربط خيلهم في الجزيرة اللي خذوها بس يوم الشطيرة ما يقلعون الا الاصيلة الخطيرة قلايعن بالسيف والبندقية حصايل متسلسلة من تشيلها يوم السيوف اللامعة وعملها خلك ديشة تنتظر عندها الهضم يضرب خمسة رجات كان هنا لسنة ومجهدات بالحذاء ولعنة كم مركز بالهجل والخدنة في الكحلة ما تخونا العبية هل يا حصر معدل أهل التحدي جاتك صاهل ما دخلها التردي بدربة انت الفخر وانت الكريم المسمى وانت السعد عن كل هم وغمه فارس وخ